الأطروش الحين مناسبة فوز مثائر وحصول على المركز الأول دقيقة 45 ثانية و94 جزء من الثانية. تهانينا والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركته نستعين وعليه نتوكل، ومنه دوما نطلب التوفيق والسداد والنجاح. مشاهدينا الأعزاء، ينطلق شوطنا السازل فئة القعدان المشتركات والمسافة المقررة للـ1200. الروح مع اللي غير على الصدارة وعلى المركز الأول شاهين محمد بن علي بن عيل المنهالي على الصدارة وعلى المركز الأول هو، لكن شوف اللي قادم على ثاني المراكز، قادم مشكور سهيل بن محمد راعي الشيقة العامري، لكن شوف اللي غير من الجانب الآخر، غير سراب مسلم بن حمد بن حريز الحرسوسي، غير من ثالث المراكز إلى ثاني المراكز وعينه إلى الصدارة وإلى المركز الأول. أما رابع المراكز شوف اللي قادم مشكور على رابع المراكز، مشكور سهيل بن محمد راعي الشيقة العامري على رابع المراكز، لكن نعود مع بني عيل، بني عيل على الصدارة وعلى المركز الأول، محمد بن علي بن عيل المنهالي هو، لكن سراب قادم على ثاني المراكز، مسلم بن حمد بن حريز الحرسوسي، لكن شاهين على الصدار وعلى المركز الاول، والمحاولات من سراب على ثاني المراكز. الله 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 الله، الثنائي الخطير ما بين بني عيل ما بين بن حريز، هو لكن بني عيل على الصدار وعلى المركز الاول، محمد بن علي بن عيل المنهالي. تهانينا تهانينا والناموس إلى محمد بن علي بن عيل المنهالي بمناسبة فوز شاهين وحصوله على المركز الأول. تهانينا والناموس. أما ثاني المراكز إسراب محمد بن حمد بن حريز الحرسوسي. أما ثالث المراكز ثالث المراكز مشكور سهيل بن محمد راعي الشيقة العامري. تهانينا تهانينا والناموس إلى محمد بن علي بن عيل المنهالي بمناسبة فوز شاهين وحصوله على المركز الأول دقيقة 45 ثانية و57 جزء من الثانية. تهانينا والناموس.